اولا نشكر موقع بانيت والاخ عماد غربان على هذه المقابله. ثانيا بيجان تتصدر اليوم كثير من المواقع في القمم في شتى المجالات ومن ضمنها ايضا المهرجانات. هذا هو مهرجان كان زمان الرابع على التوالي سنه بعد سنه، نحصد فيه كل سنة نجاحا بعد النجاح والحمد لله، حيث يزداد عدد السواح الوافدين إلى القرية من جميع جهات هذه البلاد المقدسة. نأمل أن يكون هذا المهرجان مثالا آخر على قدرات هذه البلد وعلى طاقات هذه البلد وعلى معالم هذه البلد، إذ يتوقع أن يصل الآلاف، سيربو عدد القادمين على 10,000 بعد النجاح الباهر الذي كان في السنة الماضية. المهرجان هذه السنة يستقطب أيضا عشرات الفنانين من خارج القرية من جميع الطوائف دون شك، من قرى متعددة ومدن متعددة وخاصة من كرمائيل الريحانية، مؤسسة إزورية مسقاف أو مجلس إقليمي مسقاف ومناطق أخرى في هذه البلاد. سيد راضي، يعني يا حظ لو تحدثنا أكثر بالتفاصيل عن المواضيع التي ستكون خلال المهرجان، ما هو البرنامج؟ البرنامج سيكون خلال 10 أيام. البرنامج الأول سيكون مهرجان النحت الصخر مع جمعية عنات وبتمويل من وزارة الثقافة من 13 في أكتوبر وحتى 23 في أكتوبر نفس الشهر. سيعمل 10 فنانين من سينجز 10 فنانين من البلاد من شتى الطوائف عملا متكاملا، فسيفساء متكاملة لموقع في مدخل البلد. يتخلل هذا المهرجان مهرجان كان زمان الرابع الذي تتعدد فيه الأطر، تتعدد فيه الفنون، أنواع الفنون. سيربو عدد مجالات الفنون على 20 نوع فن لأكثر من 100 فنان من البلدة وخارج البلدة. سيكون هنالك نشر لهذه الموقع لهذه الأمور في موقع بنت أيضا لاحقون ستعرفوا الجميع. طيب سيد راضي، كلمة أخيرة ممكن أن توجهها لأهالي بيت جن البلد المضياف المعروف بحسن ضيافته وأيضا للضيوف، ماذا تقول؟ نهلنا من هذه البلدة، من أهلها، من أجدادنا، حب الضيافة والاستقبال والكرم والأخلاق وكل هذا، ولا نريد أن نقول نأمل لأن متأكدين أن أهل بيت جن أهل لاستقبال الضيوف، فسنقوم بالواجب على أتم وجه. وللضيف نقول له بيت جن 365 يوم وليس هذين اليومين، تعال إلى بيت جن، عشرات المطاعم، عشرات الغرف السياحية، عشرات المعالم السياحية عدا عن الضيافة واستقبال الضيف. فأهلا وسهلا للجميع وشكرا مرة أخرى للأخ عماد غضبان ولي موقع بنت. شكرا جزيلا سيد راضي، ودائما بالنجاح الذي تعودنا عليه منك الصراحة.